بسم الله الرحمن الرحيم. محجوبي غزدان، رئيسة الجمعية المغربية للفن والتنمية، تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اليوم عندنا في معرض ديال الأطفال ديال المدرسة ديال دعم الفن من أجل التنمية، اللي هي كتختبص أكثر من 60 طفل، وكان الوجود ديالها في مدينة سلا هذه 30 سنة. وكنحاولوا اليوم، كاين معرض اللي هو من بعد الكورونا درنا الافتتاح ديال المدرسه عاود، والمعرض ديال باش نعطيو الشواهد ديالهم ديال اخر العام. هذا فن كنحاولوا نرخصوه في الاطفال من الصغار حتى الكبار. كاين اللي كبروا تبارك الله عندنا في الفن، واللي هما ولاو خدموا في مدارس واشتغلوا به، وكاين اطفال اللي باقين في طور التنظيم ديال الفن التشكيلي. اللوحات كاين الاطفال واللي جون زارتيست اللي هما السن كيبتدأ من 5 سنوات الى ما فوق، لان الفن التشكيلي ما عندوش سن. واللي كيكون ترسيخ للشباب باش يندمجوا في الفن ويحاولوا يديروا المقوله اللي هي التنوع الثقافي والابداع الفني عنصر حيوي لتنميه مجتمع. الوغ كنعاونوا من هذا الخطاب اللي هو كان خطاب صاحب الجلاله نصر الله، ونرسخوا هذا الفن من جميع انواعه، يعني وخاصه انا اللي كنشتغل فيه هو الفن التشكيلي. نرسخوه في الاطفال من الصغار واللي شباب، ومن بعد تبارك الله يديروا بهم يشتغلوا به. وكنعرف كثير اللي هما قراو عندي في المدرسه واشتغلوا بالفن التشكيلي. انا عندي المدرسه هذه 30 سنه، وكاين اللي هما كانت عندي اول شيء كانت عندي فئه مستهدفه اللي هي كانت من 16 سنه، وكاين اللي هما انقطعوا عن الدراسه وكندخلهم عندي كيدخلوا يديروا الفن. وداك الفن زعما راهم داروا به، اشتغلوا به في مدارس حره، واشتغلوا به في مدارس حره اكثريه، ولا داروا لوحات وكيبيعوهم يصوبوا منهم من الفن. من الدراوي، رئيس مصلحه برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، مكلف بخلية التواصل بقسم العمل الاجتماعي لعمالة سلا. نتواجد بالمركز الثقافي والاجتماعي قرية ولاد موسى في إطار الاحتفال ديال الجمعية المغربية للتنمية والفن بحفل تخرج ديال المستفيدين من مدرسة رحمون للفن برسم سنة 2023. والمركز هذا المركز هذا تيتوفر على ثلاثة ديال الفضاءات، فضاء ديال الرسم والخط العربي، وفضاء للموسيقى، وفضاء كذلك للتكوين في ورشات المسرح. هاد الفضاءات هادو كلهم تيتعطاو فيهم ورشات للتكوين، وكل يعني فضاء عندنا فيه متدخل او متدخل فيما يخص التكوين اللي تتعطى للشباب والاطفال. وبطبيعه الحال على مستوى المركز تنحاولوا باش ننزلوا واحد جوج البرامج جد مهمين فيما يخص الاطفال وتنميه المهارات ديالهم. فتنحاولوا ننزلوا واحد البرنامج اللي هو البرنامج الرابع، اللي هو الدفع بتنميه الاجيال الصاعده او تتمين الراسمال البشري. وبالنسبه لهذا البرنامج هذا فتنحاولوا نهتموا بكل ما هو انشطه وورشات لتفتح الشباب والاطفال، وخاصة في الجانب ديال يعني فيما يخص مثلا الأنشطة الثقافية والفنية. والبرنامج الثاني اللي تنحاولوا كذلك ننزلوا على مستوى هذا المركز هذا هو البرنامج الثالث، اللي هو تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. كما ستعرفوا ما يمكنش يكون هناك واحد الإدماج إلا ما كانش إدماج اقتصادي وفني وثقافي بالنسبة للشاب، ولأنه من الشباب اللي دازوا في بعض الفضاءات على مستوى هذا المركز اللي عندهم مهارات وكفاءات في مثلا في الرسم والخط العربي، أو كفاءات فيما يخص الفن والمسرح، أو كفاءات فيما يخص الموسيقى، واللي استطاعوا يديروا مشاريع ديالهم. وعلى مستوى هذا المركز عندنا مقاولة ذاتية اللي سميتها هند دادا، هي من المقاولات الشابات اللي استطاعت تحصل على شهادة أستاذة فيما يخص الموسيقى، والآن راها تتنزل المشروع ديالها على مستوى هذا المركز هذا، هي اللي تتقوم بتأطير الشباب فيما يخص فضاء التكوين في الموسيقى. وعموما هذه المناسبة هذه هي فرصة كذلك الوليدات اللي استفدوا من المدرسه ديال الفن، مدرسه رحمون للفن. هذه المدرسه هذه اللي كانت بشراكه مع بين اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه لعماله سلا،
وكذلك الجمعية المغربية للفن والتنمية منذ سنة 2000 وتقريبا 2016. هذه المدرسة هذه اليوم احنا سنوصلوا يعني للمرحلة اخرى برسم سنة 2023 للمتخرجين الجدد اللي استطاعوا يواكبوا واحد التكوين على مستوى الورشات الرسم والخط العربي اللي تتعطاهم بالمدرسة. وتنشكروا الجميع يعني الفعاليات المجتمع المدني والشركاء ديال المنظومه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على مستوى عماله سلا اللي تتسهر بشراكه مع اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه لعماله سلا على تنزيل برامج المرحله الثالثه تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله واياده. كامل حمزه كحيلي فنان عصامي استاذ في مدرسه ديال مدرسه رحمون للفن التشكيلي. المعرض كيكون ديما في النهايه ديال السنه، حنا كنحاولوا كاع ديك الخدمه اللي كيكونوا كيديروا ديك العام كامل، كيحاولوا ان ذوك التلاميذ اللي تيكونوا عندنا كيدير واحد الاستنتاج لذوك الخدمه ديالهم كامله وكيعطيو واحد، يعني كنشوفوا بحال تنقولوا كنشوفوا النتائج اللي وصلوا لها بديك الخدمه اللي كندير معاهم في كاع الحصص. من 5 سنوات فما فوق، يعني كاينين كنديروا مجموعات على حساب مثلا كيكون من 5 سنوات ل 12 سنه كيكونوا في مجموعه واحده، عاد عندنا الكبار وعاوتاني بوحدهم من 12 سنه فما فوق كيكونوا في مجموعه واحده، وكاين عندنا الناس اللي تكونوا شويه كبار تندير لهم حصه ديالهم الراسم. دي شي حاجه اكثر من مبادره، يعني بحال كنقولوا شي حاجه كاين اللي تيكون هكا مريض في شي حاجه كيجي تيتعالج بالفن. يعني الفن تعطيه واحد القوه وواحد تيبدل ليه الروتين ديالو كامل، يعني تيكون السيمانه كلها عنده واحد الضغوطات كيجي كيخرج داكشي كامل بحال تيرتاح نفسانيا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.